نحقق التوحيد بالاقتداء بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، بالاقتداء بالصحابة رضوان الله عليهم، بأن نثبت، أسأل الله سبحانه وتعالى ولكم الثبات على الحق، أن نثبت على التوحيد حتى ولو كنا فرادى. نعم. لأن بعض الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يوم القيامة يقول والنبي وليس معه أحد، يعني يأتي بعض الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام منفردا وحيدا، ثبت على التوحيد. فأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن نحقق التوحيد تبقى عليه حتى ولو كنت وحدك. نعم. wako ambao mtume ameataja kwamba siku ya kiyama kuna mtume ambaye atakuja hana mtu yeyote, ni mtume wake Allah, na amefanya dawa, amelingania katika tauhid, lakini siku ya kiyama akija atakuja iko peke yake, si kwamba kuifanyia kazi tauhid, lakini alidumu nayo na hakujali kwamba sina wafuasi.